معانا بتجربة اليوم الجولف جي تي اي 2018، او مثل ما بحب عشاق الجي تي اي يسموها MK 7.5. والجي تي اي هي من السيارات اللي انا بنصح فيها الاشخاص اللي بحبوا يدوروا على سيارة عملية للاستخدام اليومي وبنفس الوقت بتهمهم متعة القيادة. تعالوا نتعرف اكثر على الجي تي اي الجديدة ونعرف هل لسه محافظة على مكانتها كملكة الهوت هاتش او الهاتشباك الرياضية. ولا تنسوا كالعادة انه تشتركوا بقناة يلا موتر على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تتابعوا اخر تجاربنا. مع الجي تي اي انت عم تحصل على كل العملية من سيارة الجولف، طبعا صندوق امتعة كبير ورا، مساحة كبيرة للركاب بالداخل، وتجهيزات واعدادات تقنية متعددة. ولكن الجي تي اي بتضيف على هذا كله متعة حقيقية وقت القيادة، وهذا راح احكي لكم عنه أكثر لما اجرب لكم قيادة السيارة. لطالما تميزت الجي تي اي بنظري بشغلتين مهمات بتصميمها الخارجي. اولا شكل المصابيح الامامي المميز واللي دائما عم بتزين بهذا الخط الاحمر اللي هو بيمتد على مقدمة السيارة وبدخل لداخل المصابيح الامامية. وبالنسخة اللي معنا اليوم هاي المصابيح هي LED بالكامل مع اضاءة نهارية بتميز الجي تي اي، وعم نحصل عليها هاي السنة بخطوط مع زوايا حادة اكتر. وفي كمان حركة حلوة عملوها هاي السنة انه دخلوا هذا الشكل واللي هو الهاني كوم من الشبك الامامي او خلية النحل لداخل تصميم المصابيح الامامية. والشيء الثاني اللي دائما بنظري تميزت فيه الجي تي اي هو شكل الجنوط، واللي هم بنظري من احلى الجنوط اللي ممكن تشتريهم مباشرة من وكيل. وطبعا على النسخة اللي معنا اليوم عم بيجي بقياس 18 انش مع مكابح رياضية كمان باللون الاحمر. وعم بيستمر معنا الإحساس الرياضي اللي بتعطينا إياه الجي تي آي داخل السيارة، طبعا مع مقود رياضي من الجلد مسطح من الأسفل وبحمل شعار جي تي آي، ومع مقاعد رياضية باكيت سيتس تعطيك دعم كافي لتتماشى مع أداء السيارة الرياضي. وأيضا السيارة بتستمر بتعطينا هذا اللون الأحمر الموجود بكل أنحاء السيارة من الداخل، مع خياطة حمراء على مقود الجلد الموجود معنا هون، ومع خياطة وخطوط حمراء موجودة على مقاعد السيارة. وأيضا رجعوا استخدموا شكل الهاني كوم أو خلية النحل على بعض قطع السيارة هون على التابلو، وأيضا على الأبواب ليزيدوا من جمالية السيارة بالداخل. أما من ناحية متانة التصنيع فشهادتي رح تكون مجروحة أصلاً بأي جولف، فما بالك إذا كانت جولف جي تي آي. أما من ناحية الإعدادات والتجهيزات في السيارة فهي كتيرة ومتنوعة، ومع السيارة الفول أوبشن اللي معنا اليوم عم نحصل على تجهيزات عديدة. أولاً مع نظام ترفيه بشاشة بقياس 9.2 إنش تقدر تتحكم فيها عن طريق اللمس أو عن طريق تحريك إيدك أمام الشاشة. وايضا الشاشه بدل الازرار الموجودين على الجانب عم نحصل على ازرار لمس بهاي الشاشه الموجوده. وطبعا السياره عم تيجي بتكييف اوتوماتيكي للسائق والراكب مع فتحات تكييف بالخلف. والسياره فيها ايضا نظام لمساعدتك لركن السياره اوتوماتيكيا، وحساسات بجميع انحاء السياره مع كاميرا خلفيه، طبعا هي مخبأة تحت شعار فولكس فاجن بالخلف، فهي بتطلع بمجرد ما انت تحط السيارة بوضعية ريفيرس. وهذا مش بس حركة حلوة بل بحافظ على نظافة الكاميرا من اي عوامل جوية او غبار او مي. اما امام السائق بهاي النسخة اللي معنا اليوم عم نحصل على شاشة كبيرة بقياس 12.3 انش فيها معلومات متعددة بتقدر تخصصها عن طريق الازرار الموجودين على المقود. وهي السيارة أيضا مزودة بنظام تثبيت للسرعة تكيفي يعني مع رادار ومحدد سرعة، وأيضا فيها نظام للأوامر الصوتية والنظام طبعا بلوتوث واتصال. ونسخة السيارة اللي معنا اليوم عم تحصل على نظام صوتي من شركة داين أوديو بثمان سماعات وسبوفر بيوصل أوتو ل 400 واط. We'll be right back.
قدرت فولكسفاجن مع الجي تي اي 2018 انه تضيف لنا 10 احصنه على قوه المحرك من السنه الماضيه، لتوصل القوه اللي عم تطلع من محرك التيربو اللي هو بسعه 2 لتر ل 230 حصان. طبعا هذا المحرك عم بيجي متصل مثل اي جي تي اي مع جير بوكس ديول كلتش دي اس جي من فولكسفاجن. وبتذكر انا اول مره قدت سياره مع دي اس جي تمنيت انه كل سياره بالسوق تقدر تحصل على هذا الجير بوكس، قد ما هو سريع بالنقل بين السرعات وقد ما استخدامه سهل خاصة بالقيادة بالمدينة. طبعا هاي التوليف الميكانيكية عم تعطينا تسارع ل 100 كيلومتر بالساعة ب 6.4 ثانية. يمكن هذا الرقم ما يكون كبير، لكن هاي مش الميزة الرئيسية بقيادة الجولف جي تي اي. الميزة الرئيسية بالجولف جي تي اي هي القدرة على التماسك بالمنعطفات والدقة اللي عم تحصل عليها لما تقودها من المقود ومن السسبنشن الموجود بالسيارة، خاصة لما تكون بوضعية سبورت. طبعا السيارة عم تيجي بخمس وضعيات قيادة مختلفة، تبدأ من إيكو، نورمال، كومفورت، سبورت وإندفيدوال، اللي بتقدر أنت تحدد فيها وضعيات كل من المحرك، الجير بوكس، المقود، وحتى وضعية الصوت اللي عم تحصل فيه بالسيارة طبعا. ولكن لما بدك تقود السيارة وتستمتع فيها طبعا يا حتكون بإندفيدوال وتحط كل شيء على وضعية سبورت أو تكون بوضعية سبورت لحتى تستمتع أولا بقيادة السيارة على المنعطفات وتستمتع بهذا التماسك اللي عم بيجيك، خاصة لما نعرف أن السيارة مزودة بنظام LSD أو Limited Slip Differential كهربائي، بزيد من تماسك هاي السيارة على المنعطفات كمان. وطبعا في شغلة حلوة بالجي تي اي، وبسبب العادم الثنائي الموجود ورا، هذا الصوت اللي عم نحصل عليه بالكابين جوا اللي هو فعلا بزيد من متعتك بقيادة هاي السيارة. ولكن اكيد مثل ما قلنا الجي تي اي بتتميز انها سيارة للاستخدام اليومي، فمجرد ما تحط السيارة بوضع كومفورت او نورمال او ايكو لتوفير الوقود عم تحصل على قيادة سهلة داخل المدينة، قيادة اهدأ بكتير وقيادة طبعا مريحة، خاصة انه حتحس بانه تعليق السيارة كمان عم بتغير ليصير خفيف اكتر ويمتص التعرجات الموجودة على الطريق. لكن بجي تي اي انا بنصحك تقودها بوضع سبورت وتستمتع وانت عم تدخل بالمنعطفات بهاي السيارة. فعلا سيارة رائعة بالمنعطفات، تماسك عالي عالي جدا. خلينا نعمل كمان منعطف. طبعا الدي اس جي عم بيجينا مع بيدل شيفتس على المقود، دايما تمنيت من جولف انه يكبروهم داخل السيارة شوي، دايما بتلاقيهم صغار مصنوعين من البلاستيك، لكن هذا ما بقلل من المتعة اللي حتحصل عليها وانت عم بتقود هاي السيارة. فعلا الجولف سيارة عملية للاستخدام اليومي ولمحبي القيادة هي الخيار الاول برأيي. لسه الجي تي اي محافظة على مكانتها كملكة سيارات الهاتشباك الرياضية خاصة بأسواقنا الإماراتية، فخلينا نتكلم شوي على السيارات اللي ممكن تنافسها على هاي المكانة. ممكن عندك الفورد فوكس اس تي، المرسيدس اي كلاس 250، او الاوبل كورسا او بي سي. الفورد طبعا ما رح تقدر تحصل عليها الا مع جير يدوي، وهذا رح يخليك تكره القيادة اصلا اذا علقت بزحمة مرورية خاصة بمدينة دبي. والثاني الاي كلاس المرسيدس بالنسبة لي هي مش منافسة مباشرة للجي تي اي، خاصة انه سعرها الابتدائي عم بيبدأ بعشرين الف درهم اكتر من سعر الجي تي اي الابتدائي. اما بالنسبة للاوبل فاذا حدا منكم لمح منها اي سيارة على الطريق فارجوكم بعتولنا ايميل او اتركولنا كومنت تحت الفيديو. وخليني اختم لكم باسعار الجولف جي تي اي. الجي تي اي بتبدأ سعرها من 134 الف درهم، وبيوصل مع نسخة الفول أوبشن اللي اختبرناها اليوم ل 167 ألف درهم، طبعا مع وجود خيارات بين هاي الأسعار عند الوكيل. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتنا اليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله.